السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا، قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. النهاردة إن شاء الله فيديو الإجابة التاني إن شاء الله للأسئلة بتاعتنا. أول سؤال معانا: بسبب غلاء التبن هل يمكن تعويض تبن بلب شمندر المجفف؟ يعني 50% شمندر مجفف و10% تبن و20% نخالة و20% علف مركز علف الأمهات. العلفة إن شاء الله تمام. الشمندر المجفف عندنا في مصر اسمه تفل بنجر، تفل بنجر السكر، اللي هو بعد ما بيدخل بنجر السكر مصانع السكر بيطلع منه التفل بتاعه، بيتسمى عندنا في مصر تفل البنجر. على العموم الغنم بتحبه وطعمه كويس، مفيش منه مشكلة، فيه نسبة ألياف كويسة. العلفة إن شاء الله تمام، مفيش منه أي مشكلة. السؤال الثاني: خروف لا يظهر عليه التسمين حتى بعد حقنه بالايفرماكتين، ماذا افعل؟ الخروف طالما اتحقن ايفرماكتين يعني تخلصت من الطفيلات الداخليه والخارجيه، والعلفه بتاعتك مظبوطه، وفي غنم تاني معاك مع نفس الخروف، في غنم تاني بتاكل نفس العلف وبيتحول ما شاء الله، معنى كده ان العلفه كويسه. المشكله في الخروف، الخروف ده طالما انت حقنته الايفرماكتين يعني متخلص، متاكد ان مفيش طفيلات داخليه وخارجيه، معنى كده ان الخروف مش متاسس، الخروف ما شبعش لبن وهو صغير، فده بيبقى طبيعي، معدل تحويله ضعيف ما بيتحسنش. ده اختيارك ليه كان من الاول اختيار غلط، الخروف تغيره وتجيب خروف غيره. هل هناك فايده من ورق شجر الزيتون؟ ماده ملقى مش اكتر، من ناحيه كماده ملقى. طبعا الغنم، في غنم بتحبه في غنم ما بتحبوش، ما بتاكلش منه بكميات كبيره، فالغنم ما بتاكلش منه كميات كبيره، هو يعتبر ماده ملقى مش اكتر. رحم الله والديك، الرسالة دي طويلة شوية من أخونا، الاسم مش واضح، هو شكله يعني مغربي تقريبا أو جزائري هزها. المهم سؤاله: جزاك الله خيرا، الله يبارك فيك، هل ممكن إضافة القص اللي هو بودرة البياض لعلف، للعلف، وكم النسبة وكم الوقت وهل له أضرار؟ بودرة البياض اسمها لو هي تقصد عليها مسحوق الحجر الجيري اللي هي كربونات الكالسيوم، ده مصدر الكالسيوم في العلف، مفيش منه أي مشكلة. جميع الأعلاف، أرانب، دواجن، مواشي، أغنام، بيتحط عليها اللي هو كربونات الكالسيوم كمصدر للكالسيوم، مفيش منها أي مشكلة. كم النسبة؟ النسبة المتوسطة لجميع الأعمار وجميع الأنواع، سواء أمهات عشر أو فاضي أو والد، 5%، آسف، 5 كيلو على الطن، مش 5%، 5 كيلو على الطن، يعني نص كيلو لكل 100 كيلو علف. بتزيد عن كده، تزيد امنه في الامهات العشار اللي هي الحوامل اللي هي راخيه على اولادها. الامهات الحوامل في الشهر الرابع والخامس ممكن توصل ل 10 كيلو لكل طن، وممكن توصل ل 15 كيلو للطن في الشهر الاخير وفي اول شهر من الرضاعه، لان بتحتاج مصدر كالسيوم عالي. ولكن اذا كانت القطيع مختلط أمهات مع خرفان تسمين، يبقى خليك في الخمسة كيلو لكل طن، يعني نص كيلو لكل 100 كيلو، توصل كحد أقصى طالما في اختلاط 10 كيلو على الطن، يعني 1 كيلو لكل 100 كيلو، ما تزودش عن كده أبدا طالما في الأغنام مختلطة مع بعضها مش كل فئة لوحدها، لأن ممكن زيادته يعمل مشاكل في الكلى، يعمل ترصيب في الكلى. الوقت ما فيش أي مشكلة، لو استخدمت على طول استخدم 5 كيلو لكل طن، ما فيش أي مشكلة طول ما العلف موجود، ده ما فيش أي مشكلة، 5 كيلو على الطن باستمرار. له أضرار، زيادته قلنا مع الوقت الطويل ممكن تعمل ترصيب في الكلى، تعمل مشاكل في الكلى. غنمي كان ياكل علف المركز 18% يعني ما فيه الصويا، وكان ولكن بعد شهر واسبوع بدا ياكل الشعير في العلف ويترك الصويا، علما بانني خلال اسبوعين الاخرين استعملت الصويا من مصدر اخر، فهل يا ترى السبب هو نوعيه الصويا الجديده ام هناك مشاكل اخرى؟ حيث انه اخر قراءه اوزان وصل بعض خرفاني لمعدل تحويل 0.25 كيلو في اليوم، ولكن في الاسبوعين الاخيرين كانت القراءه صادمه، فقدوا من 2 كيلو ل 7 كيلو خلال اسبوعين. اول حاجه انت غيرت الصويا، الصويا هي مصدر البروتين في العلفه، انت حاطط صويا وحاطط فيها شعير، الغنم اتغيرت الصويا. رقم واحد عشان تعرف الصويا كويسه ولا لا، رقم واحد تشم ريحتها، ريحه الصويا يجب انها تكون اما عديمه الرائحه او ريحتها كويسه، ريحتها حتى كويسه للبني ادم، فاتحه للشيء، زي الفول السوداني المتحمص، زي الفول السوداني المحمص ريحتها المفروض ما تبقى زي كده، او اقلها ما يكونش لها ريحه.
اما اذا كانت الصويا اللي انت اشتريتها جديد ليها رائحه زي رائحه زفاره السمك، ريحه زفره زي ريحه السمك، فاعرف انها هي السبب في نقص الوزن. الغنم ما بتحبهاش، بالعكس ده هي كويس انها اكلت الشعير. الغنم عندي في مره حصلت وجبت الصويا كانت ليها رائحه غريبه زي ريحه زفاره السمك، ريحه مزفره مش عارف الريحه دي بتيجي منين. المهم الغنم ما كانتش العلف بالكامل، العلف بالكامل تحط بقها في العلف تشم الريحه تبعد عن العلف كله. لكن انت طبعا غنم توجهت من بدل ما بتاكل علف 18% رجعت ل 10% شعير، فلازم تخس معاك الغنم. فاكيد السبب هو مصدر الصويا الجديد، الصويا الجديده اللي انت جبتها صويا مغشوشه، صويا مش كويسه، اما فيها سوء تخزين تغيرت ريحتها او صويا مغشوشه مش صويا كويسه. الغنم بتفهم اكتر من البني ادم، تشم بالريحه بتعرف، هي عرفت انها مش الصويا المظبوطه بتحب ما بتاكلهاش. فالمشكله عندك في الصويا اذا كانت طبعا غنمك متجرعه وكويسه واخده الايفر واخده ابر الديدان والشربه عشان الطفيلات الداخلية والخارجية. السؤال اللي بعده، طريقة تقديم خميرة الخبز للأغنام وكم كمان الرأس. والله خميرة الخبز أنا في خميرة بتتباع عند البطارية اسمها خميرة علف، خميرة مخصوص للعلف، هي نفس خميرة الخبز بس خميرة ميتة مش خميرة حية. لو مش موجود عندك تستخدم خميرة الخبز، جيب الخميرة اللي هي الحبيبات الخميرة الجافة وحط بمعدل 2 كيلو على الطن واكل منها الغنم بالكامل، مفيش اي مشكله، بدون ما تحط على الميه عشان الميه بتعمل تخمرات وبتعمل روائح والغنم ما تاكلهاش وتعمل لك مشاكل في الميه. لا، حط على العلف بمعدل 2 كيلو على الطن، ممتازه مفيش منها اي مشكله. ممكن تقديم علف تسمين الدجاج للاغنام بدل العلف المركز ولا هو افضل؟ لا طبعا، علف الدجاج لا يصلح للاغنام، الاغنام هتاكله، مش بنقولش مش هتاكله، ولكن لا يصلح عشان ده أكل غير طبيعي للأغنام. العلف الدجاج يحتوي على مركزات حيوانية، مخلفات المجازر والعظم واللحم، دي حاجات لا تصلح للأغنام. الأغنام نباتية 100%. الدواجن بتاكل، لو طلعتها في الطبيعة بتاعتها بتاكل سمك، الدواجن بتاكل سمك، بتاكل لحم، يعني لو لحم مطبوخ ولا متولع بتاكله، بتاكل لحم بتاكل سمك. فبيتحط عليها العلف الدجاج، بيتحط عليه مسحوق سمك، بيتحط عليه مسحوق لحم، بيتحط عليه مركزات حيوانيه، 10% منه مركزات حيوانيه. دي مش الاكل الطبيعي بتاع الاغنام، الاغنام نباتيه 100%. طريقه استخدام اليوريا، ما اليوريا ما استخدمتهاش، وحتى وان كانت متوفره عندي الافضل ما تستخدمهاش. اعلاف طرق جديده ما نعرفوش مشاكلها واضرارها، الافضل تجنب اليوريا نهائي. مرض ابو صفير للاغنام سببه وعلاجه ولحم يؤكل. والله ابو صفير ما يعني دي اسامي من السعوديه بس مش عارف والله الاسم بتاعه هنا في مصر ايه بالظبط. اذا كنت تقصد ابو صفير يبقى ديدان الكبديه، انا مش فاهم الصراحه المرض بتاعك، يعني اسمه ما فيش عندنا في مرض في مصر اسمه ابو صفير، بس اذا كانوا من دول الخليج ما نعرفش اعراضه، ممكن يكون شبه مع يعني ليه اسم تاني عندنا بس انا مش عارف الاسم ده. ولكن اذا كنت تقصد بيه اللي هو ديدان الكبديه اللي هو بيعمل يرقان في العين، العين لا تصفر، بيعمل تليف في الكبد، فهي بتعتبر الديدان الكبديه اللي هي الفاشيولا، علاجها بالايفرماكتين السوبر او الفاشيوليت او الفاشيولار اللي هو الدواء بيبقى لونه زي لونه احمر، بيتحقن للديدان الكبديه. ولكن اذا كان لي اسم تاني اكتب لي اسمه في التعليق النهارده في فيديو تحت فيديو النهارده، اكتب لي اسم ليه تاني ان شاء الله نجاوبك عليه في الفيديو الجاي. لماذا يعد البرسيم ماده مليئه وهو غني بالبروتين وكيف نقدم لحد الشبع بعد العلف؟ وانت ذكرت زياده البروتين في الاغنام يعمل امراض بالكبد. الدريس فيه نسبه الياف، ماده مالئه معناها غنيه بالالياف، فيه نسبه الياف عاليه. الدريس فيه نسبه الياف عاليه وفيه نسبه بروتين مش عاليه، نسبه بروتين كويسه، يعني نسبة البروتين في الدريس الحجازي النمرة واحد في حدود 17-18%، النمرة واحد يعني ما بتزيدش عن كده وأقل ما بتزيدش، يعني من 15-16% في الرنج ده كده، ده الدريس الحجازي نمرة واحد. فدي نسبة بروتين مش مرتفعة، دي رقم واحد. أنا قلت لك الأول إن هو بيعتبر مادة مالها لأنه غني بالبروتين، غني بالبروتين وفي نسبة بروتين مقبولة ولكن فقير في النشويات. اما قلنا لحد الشبع زياده البروتين في الاغنام بيعمل مشاكل في الكبد، زياده البروتين
فوق نسب معينة، يعني فوق 20% مثلا او فوق 25، فوق 20% للاوزان التقيلة، فوق 20% للاوزان التقيلة اللي هي اوزان مثلا 40 45، من فوق الاوزان ديت نسبة ال 20 تعتبر نسبة بروتين عالية، والفترة طويلة، مش يوم ولا اتنين ولا تلاتة ولا اسبوع ولا اتنين، لا بتبقى شهر شهرين تلاتة بتحصل مشاكل. اوزان صغيرة مثلا تبقى نسبة بروتين عالية جدا فوق ال 30، هنا دي برضه مش مشكلة. لكن هو الاوزان الصغيرة اللي هو عمر شهر اللي هو لسه بيرضع، ممكن تحط له علفة نسبة بروتينها 22 23%، مفيش اي مشكلة، بس اللي هي فترة اول شهر بس تساعده مع اللبن. فنسبة البروتين اللي هي بتضر قلنا من فوق العشرين لو هنعتبرها عامة للكل، اللي هي من فوق العشرين والفترات طويلة لشهور، على الأقل شهر كامل. والبرسيم يعتبر مصدر بروتين، مصدر غذاء، لما بتكلم عنه على طول بتكلم عنه مصدر غذاء زائد مصدر للألياف، مادة ملقى وفي نفس الوقت مصدر للبروتين، فيه نسبة بروتين كويسة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تفيدنا على الغنمة الواحدة كم بدها من الشعير والتب القمح باليوم بالنسبة وهي بأول العشر وآخر العشر وبعض الولادة؟ عندنا أغنام بتخرج الجراء يعني، بس على العلف وشكرا. العلف شعير ونخالة وتبن قمح. طالما المادة المالقة عندك تبن قمح، تبن القمح ده مادة مالقة فقط لا غير، ما فيهوش فايدة يعتبر، يعني مواد مالقة ما يعتمدش عليه هو لوحده بصورة مستقلة. في حالة مفيش متوفر عندك مادة ملقى غير تبن القمح، لازم نحط شعير في كل الأحوال. ولكن ممكن تكون لو النعجة فاضية ممكن تستكفي، لو النعج أوزانها مثلا من 40 ل 50 كيلو ممكن تستكفي بنص كيلو أو كيلو لربع للراس في اليوم شعير، وتبن القمح طبعا تاكل لحد الشبع. لو الشعير والنخالة، يعني إذا كانت لفتك شعير ونخالة نص كيلو أو كيلو إلا الربع للراس الفاضية. الراس العشر ممكن تديها كيلو في اليوم، العشر في البداية، والعشر الكبير اللي هي على وش ولادة ممكن تاخد كيلو ونص نخالة على شعير، من اللي هي الراس وزنها تقريبا 50 كيلو، الأمهات وزنها متوسط 50 كيلو، يعني معاك نص كيلو 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 ونص اللي هي فاضية عشار في البداية، الشهر الأول أو الثاني أو الثالث، عشار في الشهر الأخير واللي هي على وش ولادة واللي هي بعد الولادة اللي هي اللي بترضع، بنص كيلو وكيلو وكيلو ونص. هم طبعا أهم حاجة الأربع شهور اللي هم آخر شهرين في الحمل وأول شهرين في الرضاعة، هم دول اللي بتاكل من كيلو وربع لكيلو ونص في اليوم علف. ده بالنسبة للعلف. قلنا التبن لحد الشبع، متحددش بكمية. هل دواء الديدان النعاج الوالدة يؤثر على اللبن؟ لا، هو إذا كان في تأثير فهو تأثيره في اللبن من ناحية إن ردة فعل بس الدواء بيكون تقيل، ممكن بيخلي النعجة ما تاكلش أو أكلتها تخف لمدة يوم بس، فده ردة الفعل بتاع العلاج فقط لا غير، إنما تأثيره على اللبن إن شاء الله مفيش تأثير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يوجد علاج النعجة السولة؟ للأسف يا أبو أدهم اذكر لي في الفيديو النهاردة تحت الفيديو اسم آخر للمرض، المرض مش مر عليا ما عرفش اسمه هنا. لو في اسم آخر لي أو اسم علمي يا ريت تكتب لي الاسم، المرض مش الاسم ده مش ما عرفوش عندنا هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير، الله يبارك فيك. ايه مع حضرتك النفعة، حضرتك تفيدنا معلومات عن نبات الأزولة. للأسف والله الأزولة مليون واحد بيتكلم عنه بس أنا ما جربتوش للأسف وما عنديش عنه أي خلفية، ولازم تسأل واحد مجرب وسيبك من الحاجات الترويجية اللي بتذكر في القنوات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي نعجة ترتفع حرارتها ويخف أكلها، هل في حال بلع أكياس يحدث معها مثل هذه الأعراض؟ في حالة بلعت كياس والكياس سدت مخرج المعدة بيحصل لها موت بطيء، بتقطع عن الأكل وبتموت بالبطيء بدون حرارة بدون ارتفاع حرارة، بتموت بالبطيء كأنك عم تلاقي عملية ربط معدة. أما في حرارة بترتفع ويخف أكلها، يعني ممكن تكون عندها التهاب رئوي، التهاب رئوي بيسبب ارتفاع حرارة تمنع الأكل، ممكن يكون عندها حمى سواء حمى قلعية سواء حمى عادية، دي كلها امراض. في امراض كده امراض برضك معويه ممكن تسبب ارتفاع حراره برضك، لو فيها لو هي ملكومه
اللكمه برضك بتسبب ارتفاع درجه الحراره، فيها بشمه بتسبب ارتفاع درجه الحراره، ففي اعراض كتيره. فلازم تحدد على نوع العرض اللي عندك، نوع المرض اللي عندك بتستخدم مضاد حيوي. طبعا ارتفع درجه الحراره بتدي خافض حراره، لكن الحراره تاني يوم رجعت ارتفعت، لان مفعول خفض الحراره 24 ساعه، اديت الابره والحراره نزلت 24 ساعه الحراره ارتفعت تاني، معنى كده السبب اللي بيرفع درجه الحراره لسه موجود. لازم تاخد مع خفض الحراره لازم تاخد مضاد حيوي. نوع المضاد الحيوي على حسب نوع المرض اللي انت شايفه فيها. تنفسي بتدي مضاد حيوي تنفسي معه، بتدي مضاد حيوي معه. فلو عندك، لو شايف اي اعراض عليها اذكرها في فيديو النهارده، وان شاء الله تمرك الرد في الفيديو اللي بعده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندي خرفان وامهات اعلفهم مع بعض ولا اعزل خرفان التسمين مع العلم وتوفير المادة الملا والمرعى؟ لو انت بتسمن تسمين سريع طبعا لازم تفصل الخرفان عن الامهات، اما لو الخرفان ما بتسمناش تسمين سريع عايز تسمنها بالبطيء يعني على المراعي، ما فيش اي مشكله، الخرفان خليها مع الامهات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندي اقتراح من الناس، طالما انت بتحب الخير الناس كلها ربنا يدمها عليك، نعمل كلنا قنوات. والله ما عنديش مشكله، اللي يعمل اي قناه عايز نشترك فيه معاه ما فيش اي مشكله ان شاء الله. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال، انا عايز اربي معزة عشار في سطح البيت، هل يسبب ضرر البيت؟ وهل البرد يموت المعزة؟ البرد بيموت المواليد، المعيز مواليد الماعز حساسة للبرد، حساسة للبرد. فاذا كنت هتربي معيزة هتولد فوق السطح لازم يكون عندك غرفة تحمي فيها المواليد حديثة الولادة، تحميها من البرد، غرفة مغلقة تحميها، تحمي المواليد من البرد. هل المعز نفسها تسبب ضرر البيت؟ لازم تفرش فرشة فوق السطح، إذا كان تبن أو نشارة أو قش رز مفروم أي حاجة، عشان تشرب البول بتاعهم وتنظف كل ما تتبل تحتهم الفرشة، تلمها وتفرش فرشة جديدة، منها تمتص البول ما تأثرش على الخرسانة، ومنها تبقى تحت الفرشة تحتيهم جافة. اضغط على صورة عصافير يا أخ عشاق الطيور. بص أنا شغال هنا مش شغال، أنا مش فاتح الموقع، مش فاتح اليوتيوب، أنا فاتح البرنامج يوتيوب ستوديو. يعني شوف أنا كده بدوس على الصورة أهي، أدوس لك على التعليق بتاعك، أدوس على الصورة مفيش أهي. سامع الصوت ده؟ لازم أخش عن طريق التطبيق اليوتيوب، مش يوتيوب ستوديو. يوتيوب ستوديو مفيش خاصية الضغط على الصورة تدخل على البتاع ده، لكن حاضر ان شاء الله بعد ما اخلص هندخل على اليوتيوب ستوديو ونشترك في قناتك ان شاء الله. رأي حضرتك في عزل المواليد عن الامهات بعد 5 ايام من الولادة لتجنب الاسهالات؟ والله مفيش مشكلة، هي طالما الصحة كويسة عموما، يعني مهما كانت الام فيها لبن، مهما كان فيها لبن زيادة، صحة الام كويسة وصحة المواليد كويسة والفرشة تحتيهم كويسة، المولود ما بيصيبش اسهال، لان هو بيرضع لبن تدريجي ما بينزلش من بطن امه، يرضع امه بالكامل. بتلاحظ انه بيرضع واحدة 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 واحدة، بيرضع 7-8 مرات 10 مرات في اليوم، وكل ما يكبر كل ما يقل كل ما يقل كل ما لغاية ما يرضعها ممكن مرتين بس في اليوم او 3 مرات، مرتين بس ممكن امه تقفله، وبيخلصها كلها ما فيش اي مشكلة. فهي اللي حابب كده، لان لو حصل المعيز المواليد اتجنب فصلت المواليد فتره طويله واتجمع لبن زياده والمولود عطش زياده عن اللزوم وشرب كميه كبيره، هنا اللي هيصيب اسهال 100%. فانا الصراحه يعني ما اعرفش اذا كان حد جربها وشغلها معاه تمام، بس انا ضد انك تعزله، انما ممكن تعزله تعمل له وجبه علب، بس هو مش من 5 ايام، ده بعد اسبوعين 3 اسابيع على الاقل. ممكن تعمل له وجبه علف، او تعمل له في مكان فيه علف ما يدخلش منه غير المواليد فقط، غير ما تعرفش تدخل الامهات، اماكن فتحات ضيقه تعدي منها المواليد تخش تاكل والام ما تعرفش تعدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عمرونا عندنا يقولون البرسيم للشبع والعلف حسب الدفع الغذائي، مش عارف ان في مصطلحات للاسف برضك، يعني مزر للدفيع يسبب طراح وموت اجنه. انا فهمت من كلامك ان العلف بسبب موت الأجنة، ده كلام غلط، نظرية خاطئة 100%. كانت عندي نعجة وعملت عليها فيديو مخصوص، وكنت جايبها لحم سمينة ما شاء الله عليها، وطلعت عشر، جستها بصناعة طلعت عشر، ولدت أحلى توأم ما شاء الله، في 100 يوم الاتنين 60 كيلو على الميزان. التوأم في 100 يوم وصل وزنهم ل60 كيلو. والنعجة دي أنا محتفظ بصورتها لغاية دلوقتي هي وأولادها. وكانت لحم، كانت صاحبها عالفها على انها لحم هتندبح، طلعت عشر. فما فيش الكلام ده منه،
بالعكس، كل ما تعلفها كل ما يطلع ما شاء الله ضرع، تلاقي ضرع بقرة ما شاء الله، تجيب لبن ما شاء الله، وخلفة طلع خلفة نمرة واحد. الفيتامينات والأملاح لها دور كبير في التسمين والحفاظ على الصحة. طبعا الفيتامينات لها دور كبير والأملاح في الحفاظ على صحة الغنم. طبعا هي مكملات، يعني هي إضافات، تعتبر نقوله مكملات غذائية تبع المكملات الغذائية. ولكن إذا كان علفك موزون فيه العناصر الطبيعية، يعني فيه مرعى أخضر متوفر فيه المراعي، لأن الغنم بطبيعة حالها بترعى في الصخر، بتلحس في الصخر، بتجيب الفيتامينات والأملاح اللي ناقصاها، بتاكل في التراب، تجيب الأملاح اللي ناقصاها، هي بتحس. لكن طول ما المكان مغلق احنا بنحط الفيتامينات والاملاح تحسبا للعلف ما يكونش فيه نقص، لان العلف لو حصل فيه نقص للفيتامينات والاملاح على فتره طويله هتحصل امراض كتيره في الغنم. فهي بتتحط بالكميات المظبوطه بتاعتها بحيث تحسبا لحدوث اي انخفاض في الفيتامينات والاملاح بيتسبب من وراء حدوث امراض في الغنم. أيهما أفضل، بيع الإنتاج كل 4 أو 5 شهور أو حبس الذكور للعيد؟ والله لو عمر 4 أو 5 شهور السعر مظبوط، راجع للسوق السعر مظبوط وتمام التمام، بتلم مصاريفها بالمصري كده، لأن بيجي أوقات عندنا سعر الخروف بيتسمى خروف الأنية أو الخروف اللي هو داخل للتسمين، بيجي له أوقات بسعره بيرفع جامد جدا، الطلب عليه بيزيد، فإنك تبيعه هو صغير بيكون أحسن ما تربيه وتسمنه في الأخير السوق يضرب وتبيعه رخيص. لا، فهنا راجع للسوق، السوق والله حلو سعر 4 ل 5 شهور السعر كويس بيع، لا والله السعر وحش معلش اصبر شوية واعلفه للعيد ان شاء الله يتظبط سعره احسن. فهنا راجع لسعر السوق. عندي نعجة اخر اسبوع عشان تبقى قاعدة بالارض ما تقدرش تقف بسبب وزنها كرشال كبير، ارفعها من خلف عشان تقدر تقف، اكلها ومشيها حالتها طبيعية، ولدت 3 خرفان بعد ولادة ما زالت محتاجة مساعدة عشان تقف على رجليها، ما تساعدهاش على الوقوف. دي عندها نقص كالسيوم والحمد لله انها ولدت بخير وما جالهاش تسمم حمل. النعجة لما تكون في الشهور الاخيرة بتقوم وتقف بصعوبة ما فيش مشكلة، لكن انها تقعد وما تقدرش تقف ده نقص كالسيوم، مش قصة رجليها ما تقدرش تشيلها، تشيلها حتى لو والدة 3، حتى لو في بطنها 3 و4 تقدر تقوم وتقعد، تقوم وتقعد بصعوبة ولكن تقوم وتقعد مفيش مشكلة، لازم توقف لوحدها، ما وقفتش لوحدها بقى عندها تسمم حمل، لازم تديها فيتامينات واملاح وتديها كالسيوم بالاخص ابر، كالسيوم وفوسفور، كالسيوم مع فوسفور. حاليا هي ولدت بالسلامة بس مش قادرة توقف، عندها نقص في الكالسيوم، تروح تجيب لها من البيطرية حقن كالسيوم، بس حقن مش كالسيوم لوحده، كالسيوم مع فوسفور، وتحقنها 3 أيام على الأقل إن شاء الله هتمشي كويس لوحدها. واهتم بالعلفة بتاعتها، حط لها اللي هي كربونات الكالسيوم اللي هو بودرة البلاط، حط لها بمعدل على الأقل 10 كيلو على الطن، يعني كيلو على 100 كيلو كعلف ليها هي لوحدها، كيلو بودرة بلاط لكل 100 كيلو علف، عشان هي بترضع ومحتاجة كالسيوم وهيحصل لها خفض في الكالسيوم لسه وهي عندها نقص كالسيوم أصلا شوية تاني ومش هتقدر تقف على رجلها خالص. عندي حليات كان عندهم مفرزات في الأنف وكحة وعطس، عندهم تيروزين وجنتامايسين 2 سم 3 سم لمدة 3 أيام، خفت مفرزات أمام الكحة والعطس، بعد 2 يومين لقيت 4 منهم عندهم مفرزات تاني، عندهم جرعة أيفوماك المهم وصوت نفسهم عالي، بس لسه في غيرها عندها مفرزات في الأنف وعطس صوت نفسها عالي وهي بتاكل. على العموم الفرازات الأنفية دي لها مشاكل كتير، انت حقنت ايفوماك وتمام التمام وبرضك في افرازات، كنت حقن تيلوزين وجنتامايسين مش عارف انا 3 سم من كل حاجة ولا 3 سم مع بعض، لو انت حقن 3 سم مع بعض فالجرعة قليلة، بس انا مش عارف وزن الحليات كام، لو الحليات مثلا 30ات يقولوا كل حلية المفروض تاخد 3 سم تيلوزين، 1 سم لكل 10 كيلو من التيلوزين لوحده، 1 سم لكل 10 كيلو. بس عموما الافرازات التيلوزين ما بيجيبش معاه نتيجه قد كده، ما بيجيبش معاه نتيجه كويسه قوي، الفلوريكول هو اللي بيجيب نتيجه احسن، فلور فينيكول، فلور فينيكول 1 سم لكل 10 كيلو تحت الجلد مره واحده، بعد 2 يومين لو في افرازات عيدها مره تاني، بعد 2 يومين ان شاء الله بتختفي الافرازات تاني على طول. افضل قناه، الله يبارك فيك يا اخ محمد، محتاج اعرف تركيبه تعتمد للتسمين للأمهات، تعتمد بشكل أساسي على الدريس الحجازي والشامي والعيش، يعني عايز إضافات بسيطة ورخيصة.
بالنسبة لموضوع العلف ده انا عاوز اقفله خالص، لان انا عملت فيه 100 فيديو، عاوز كل واحد يعرف يعمل على الفتو بنفسه، يعمل على الفتو بنفسه. بس انا هذكر لك، لانك انت بتتكلم على امهات، ما بتتكلمش على تسمين، على امهات معاك الدريس ومعاك الشامي والعيش، يعني ذرة وعيش، ما فيش اي مشكلة. ممكن يعني 50 كيلو عيش على 50 كيلو ذرة، هما الاثنين مصدر نشويات، عيش وشامي، يعني 50 كيلو شامي على 50 كيلو عيش، والدريس لحد الشبع لكل راس. انت عامل اللي انت عاوز لتسمين، على تعتمد للتسمين والامهات، لا مش هينفع. للتسمين ما عندكش مصدر بروتين، شامي والعيش نشويات، والحجازي بروتينه يعتبر ضعيف، مش هيكفي للتسمين، ولكن هيسمن، مش هيسمن، ولكن انا بتكلم على تسمين سريع. لو انت محتاج تسمين سريع لازم مصدر بروتين زي الصويا او الفول. ما فيش مصدر بروتين هيبقى في تسمين، ولكن تسمين بطيء، تسمين بطيء مش تسمين سريع. العيش ما فيش فيها علم ولا ذره، انا مش عارف انت مذاكر غير العيش والشامي. عيش والشامي الاثنين زي بعض، هتاكل كله شامي هتاكل كله عيش، هما الاثنين مصدر نشويات. والحجازي ده لحد الشبع، مش هتصلح للتسمين السريع، انما للامهات ما فيش اي مشكله، عادي حجازي طول النهار ووجبة علف من الشام والعيش آخر النهار، ما فيش أي مشكلة. السلام عليكم. صلى الله عليه وسلم. عند راعجة رجليها مكسورة، وديتها بنسلين ومضاد حيوي، رجليها ورم عشان رجليها ورمت ومشت على ثلاثة، أعمل إيه بقى لها أسبوعين؟ للأسف ممكن تكون الناعجة اتجبست، لو هي مكسورة كسر كله، ممكن الجبسة تكون اتجبرت غلط، ما تلحمتش صح، فممكن تفضل ماشي على ثلاثة على طول. لو ملحومة كويس هتاخد بس أكتر من أسبوعين، ممكن تاخد شهر وبعد كده تنزل تمشي، تبدأ تمشي عليها واحدة واحدة، ممكن تاخد شهر وبعد كده تبدأ تمشي عليها. أما لو مكسورة كسر كلي وما تلحمتش مظبوط، يبقى كده خلاص رجلها تعتبر باظت. بس أنت اديتها بنسلين، لازم تديها بنسلين. طب ممكن مدتها بنسلين مضاد حيوي، البنسلين هو مضاد حيوي، بس اديها 3 4 ايام بنسلين، عشان لو في ورم او في عفن، عشان لو في اي ورم ولا حاجه ما يحصلش تعفنات في رجليها. بنسلين 3 او 4 ايام ورا بعض. عندي ناقة عندها حصر بول، ايه الحل؟ حصر البول فيه ابره بشري اسمها لازكس، لازكس ابره مضره للبول، هات الابره واحقنها النعجة. ولو كان النعجة صعب يتحصل لها حصر بول، بيحصل دايما حصر بول للذكور، بس مش عارف منين عرفتها عندها حصر بول. على العموم إبرة اللازكس هاتها واحقنها عضل خلال نص ساعة، ساعة بالكثير، حطها في مكان ناشف جاف، غرفة جافة ما يكونش فيها أي مية، وسيبها خلال ساعة وبص عليها. المفروض في خلال ساعة تكون اتبولت، تتبول خلال ساعة من حقن الإبرة. ما تبولتش يبقى في مشكله، بس النعجه عموما يعني ما مرتش عليها نعجه عندها حصر بول الصراحه، بتحصل في الذكور بس دي الطريقه المستخدمه، ابره اللازكس، وفي منها بيطري برضك. يعني دي كده اخر اسئلتنا. في سؤال لسه واصل دلوقت؟ لا، في سؤالين لسه واصلين. عندي نعجه عندها دخ، جاوبناه. علاج الاوبه والجوبه، علاج الجوب ده طبعا في فرق بين، في مصر هنا بيذكروا الجوب والجرب واحد، يعني سواء يقول لك جوب او جرب، لا الجوبة لوحدها والجرب لوحدها. الجوب ده مرض فطري، فطريات بتصيب الجلد، بتسبب سقوط الشعر، بيقع الشعر، بس في نفس الوقت الجلد بتلاقيه نظيف، لونه طبيعي، جلد نظيف بدون اي قشور بيضاء. اللي بيقع الشعر وراه قشور بيضاء ده جرب، دي حشرة الجرب. اما الجوب عباره عن فطريات بتصيب الجلد، بتوقع الشعر، بس الجلد بيبقى طري بلونه الطبيعي، ده الجوب. علاجه بيتعالج، ملوش علاقه بالايفرماكتين، ملوش علاقه بالافماكس السوبر، بيتعالج بالدهان الموضعي، اي مرهم ضد الفطريات، اي مرهم بشري ضد الفطريات، يدهن كل يوم المكان وحوالي. لو انت مش عارف جوب ولا جرب، احقن الايفرماكتين، احقن الايفوماك، لو جرب هيروح، ولو جوب مش هتعمل له حاجه الحقنه، في نفس الوقت هيتعالج الديدان لو في اي ديدان داخليه ولا حاجه. يبقى انت تدهن الايفوماك وتدهن اي مرهم للفطريات،
لا في قشرة، يبقى تدهن مرهم كبريت. مرهم كبريت. عندي 8 حلويات متوسط وزن 20 كيلو، بأكلهم 480 في اليوم زائد في النص دريس حوالي 250 في اليوم. العلف المركز، الكيلو يحتوي على والإضافات، بقالهم عندي 15 يوم بالظبط. هل كده أنا ماشي تمام؟ واخدين جرعات من تيرزين كده عشان كحة وفرازات الأنف، واخدين جرعتين في ماكردوني. عندي مشكلة واحدة بواجهها، وجود براغيث بالمكان وبعض منهم بس مش كتير، رشيت المكان كله جير، بس عايز حاجة الحيوان نفسه تكون أمن، إنهم بيعضوا نفسهم وأكيد ممكن يحدث سموم لا قدر الله. في حاجة اسمها بيوتوكس، بيوتوكس. هات الأردني، هات الأردني. طبعا دلوقتي احنا الشتاء مش هينفع فيه قص ومش هينفع تغطيس، هتجيب البيوتوكس، هتحط بيوتوكس الأردني الربع كيلو بحوالي 100 جرام تقريبا ب70 جنيه. هتحط بمعدل 3 سنتي على اللتر، 3 سنتي على اللتر، وهترش بالكامل الغنم، كل الغنم اللي فيها براغيث هترشها بالكامل، هترشها رش مش هتغطسها لان الجو ساقع، هترشها رش، وفي الرجل كويس، وفي العرائيب، وفي الرجول، وفي الظهر، وهترش المكان. لازم في نفس يوم الرش هتنظف المكان بالكامل، تلم الزبالة ترميها بعيد وترش بيتوكس برضك، بس خلي بالك عشان ريحته نفاذة، ما يكونش المكان مقفول مغلق، يكون المكان مفتوح عشان ريحته هتأثر على الغنم لما ترشه في الأرض بكمية. بس بالطريقة دي إن شاء الله هتقضي على البراغيث، إن شاء الله آمن مفيش منه أي مشكلة بالتركيز اللي قلت لك عليه. أما بتركيز عالية لا، ساب طبعا هيموت. 3 سنتي على لتر ممتاز، ما تزودش عن كده، وممكن تعيد الرش بعد 2 أسبوع. اما بالنسبه للعلفه بتاعتك، مش العلفه تمام باذن الله، بس انت كاتب لي 400 يعني حوالي نص كيلو، ومتوسط وزن 20 يعني ليها هم ليهم 600 جرام في اليوم. الواحده لو عاوز تسمين سريع ليها 600 جرام، ليها 600 جرام. انت حاطط يعني 480 يعني حوالي 500، انت حاطط 4 كيلو 800، معلش 4 كيلو 800، يعني معدل واحدة قد ايه؟ يعني 5، لو 5 كيلو يعني 6 × 8، ماشي 6 × 8 = 48، مظبوط، مديهم 600 جرام. لا مظبوط تمام، بمعدل 600 جرام، ماشي تمام. في نص ضريس حوالي 2.5 كيلو، 2.5 كيلو، يعني بمعدل الواحدة قد ايه؟ ربع كيلو؟ لا اكتر من ربع كيلو شوية. ما فيش مشكلة، تمام كده الكميات باذن الله تمام، ما فيش اي مشكلة ان شاء الله في ناحية العلف تمام التمام. شوفوا بس في اي سؤال جديد، ما فيش اي سؤال جديد. في النهاية طبعا اذا عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة، وطبعا اي حد عنده اي سؤال يكتبه اسفل الفيديو ويتم عليه الاجابة ان شاء الله خلال يومين باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.